السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير ونور وسرور، وحياكم الله من هنا من ساحة مسجد الشيخ زايد طيب الله ثراه في إمارة الفجيرة، وفي برنامجكم مدفع الإفطار. ها قد وصلنا إلى سادس أيام شهر رمضان المبارك، اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا يا رب العالمين. وأنا اليوم معاي مجموعة من الشباب، أشوفهم اليوم إذا مصحصحين هي ولا لا. رمضان الله، اليوم صوتكم وايد عالي، اعلى عن المدفع. بشوف بس بتاكد بعد، رمضان كريم. طبعا مشاهدينا الكرام اليوم ومستمعينا بعد على اذاعه الفجيره اف ام، اليوم الجمهور هنا مصحصح ومركز اكثر عن امس. كيف ما عودناكم نتكلم عن موضوع قبل لا نروح لفقره الاسئله، وراح نتكلم عن فوائد الصوم الصحيه. طبعا سبحان رب العالمين كل شيء سواه فيه عباده في خير وفي فائدة صحية على البني آدم، ومن أهم الأمور هذه الفوائد الصحية للصوم. والصوم كيف نعرف الصيام يعتز يعني يقوم بإزالة السموم اللي موجودة في الجسم، وذلك عبارة عن لما الإنسان يكون صايم تقوم الكلى والكبد بإفراز الهرمونات المضرة والهرمونات السامة في الجسم، وتقوم الطلعة برا، وهذا يكون خلال فترة الصيام، وخاصة فترة الصيام اللي لما تكون طويلة، يعني خلال مثلا أكثر من 10-11 ساعة صيام. وكذلك الصيام يعتبر ويعمل على راحة الجهاز الهضمي. طبعا اللي هني في ناس منو يأكل وايد، كيف يريح الجهاز الهضمي؟ يريح الجهاز الهضمي لما الإنسان ما يبدأ يأكل والجهاز الهضمي يبدأ يرتاح، فهنو يخفف على الجهاز الهضمي من العمل ويسبب له الراحة ويرتاح الجهاز الهضمي. وكذلك الصيام يساعد على التغلب على مشكلات الإدمان، واللي دوما نحن ننصح فيها جميع الناس اللي يدخون السجائر وغيرهم إنهم يبتعدون من الأمور هذه، لأن هي فرصة رمضان إن الإنسان يبتعد عن الإدمان مثل الأمور هذه ويروح لطريق صحي جديد وقريب إلى الله تعالى. خلونا نتعرف على الناس اللي موجودين معي، انا اللي بختاره قبل لا نسال بنسولف معاكم. اول شيء نتعرف عليك، شو اسمك؟ رياض. رياض، شو تنصح الناس اللي عندهم عادات سيئه في رمضان؟ مثلا الناس الكبار اللي يدخ السجائر، ونحن ننصح انه ما حد يدخ. شو تنصح؟ ان رمضان هي فرصه انه يبتعد، هو يبتعد من الفجر الى المغرب، صح؟ يقدر يكمل بالليل بعد، صح ولا غلط؟ كم روك تكلم؟ صح. جبنة وشاي ولبن. جبنة وشاي ولبن وبعد؟ بس. يا سلام، جبنة وشاي ولبن. شاي أحمر ولا شاي كرك؟ أحمر. شاي أحمر، ها؟ سكر زيادة ولا شوية؟ صح. زين، بسألك سؤال الحين، شو هي فوائد الصوم الصحية؟ إنه نصوم كل يوم، لازم نكون صحيين، لازم نكون نشاطين. نشيطين. أنت تأكل حلويات وايد صح؟ إيه، من أسنانك تبين، أنا عارف، أنا شفتك. عشان كذا أنا بعطيك هدية من مركز هنوفر الطبي، من مركز هنوفر الطبي، تفضل. هذه هدية من مركز هنوفر الطبي، أوكي؟ زين، خلونا نتابع هناك. نتعرف عليك. ريان. شو اخبارك يا ريان؟ تمام. ريان، شو تسحرت؟ ريان نسى شو تسحر. زين، شو بتفطر؟ بفطر جبن وشاي كرك وزعتر. يا سلام، شاي كرك، اهم شيء الشاي كرك صح، بس على الفطور. زين ريان، انت صف كم؟ ثاني. تبى السؤال صعب ولا صعب شوية؟ صعب شوية. أوكي، صعب شوية. هذا السؤال سهل وايد، أوكي؟ وسؤال من القيادة العامة، من هي أصغر؟ الشارقة. لا، أصغر وزيرة في دولة الإمارات. تبى خيارات صح؟ معالي شم المزروعي. صح ولا غلط؟ صح. صح، معالي شم المزروعي. شكرا لك، وربحت جائزة من القيادة العامة لشرطة الفجيرة، وتقدر تستلم الجائزة من هناك، من الشرطي اللي موجود هناك، تقدر تستلم الجائزة من هناك. تفضل، أيوة، روح هناك استلم الجائزة. زين، لا، كلكم شوفوا الكاميرا، كلكم شوفوا الكاميرا. فنحن نرجع لموضوعنا، وبا أحد ينصح الناس اللي ما تسوي رياضة في رمضان مثلي أنا، أو سوري، مثل بعض الناس اللي موجودين هنا، أنهم يسوون رياضة. أنا أسوي رياضة ولا ما أسوي رياضة؟ أنهم يسوون رياضة. فأبا أحد ينصحهم، أنا بعطيه جائزة. منو بينصحهم؟
تعال نتعرف عليك. أحمد. من وين يا أحمد؟ من سوريا. أول شيء قبل لا تنصح الناس إنهم يسوون رياضة، أنت شو تسحرت؟ جبن ولبن وشاي. جبن ولبن وشاي، يا سلام. كلكم جبن ولبن وشاي؟ شاي كرك ولا شاي أحمر؟ لا شاي أحمر. شاي أحمر. زين، شو تنصح الناس اللي ما تسوي رياضة لازم يسوون رياضة؟ لازم يسوون رياضة علشان صحتهم. صحتهم صح؟ أيوة. يعني شوف أنا ما أسأل، أنا بس أباكم تنصحون أعطيكم جوائز صح؟ وأعطيك أنا جائزة من جمر العود، الجائزة هاي من جمر العود، تفضل تفضل الجائزة هاي. شكرا لك. زين خلكم كلكم شوفوا الكاميرا وأنا اللي بختار، شوفوا الكاميرا وأنا اللي بختار، شوفوا الكاميرا وأنا اللي بختار، شوفوا الكاميرا وأنا اللي بختار. لابس أصفر، تعال تتعرف عليك. عبد الله. من وين يا عبد الله؟ من سوريا. كيف الصيام وياك؟ صعب شوي. صعب شوي لانه طويل النهار صح؟ شو تسحرت يا عبد الله؟ انا سحرت جبنه وشاي. انتوا كلكم تسحرون جبنه وشاي ولا تغشون من بعض؟ ها؟ كلكم تسحرون جبنه وشاي؟ لا. زين شو راح تفطر ان شاء الله؟ انا راح افطر دجاج ورز. يا سلام. هني وفي سمبوسه ولا ما في سمبوسه؟ باكوره. منو ياكل باكوره هنا؟ كلكم تاكلون باكوره؟ زين بسألك سؤال واللي هو سؤال من القيادة العامة لشرطة الفجيرة، ما اسم أول أولاد آدم عليه السلام؟ قابيل. أنا غششته؟ أنا غش. لا قابيل صح. وتستلم جائزتك من شرطة الفجيرة من الشرطة اللي موجود هناك. أيوة تفضل تروح تستلم هناك جائزتك. زين أنا كلكم تاب، كلكم شوفوا الكاميرا، كلكم شوفوا الكاميرا. نحن نقول لجميع المشاهدين الكرام والمستمعين على إذاعة الفجيرة FM أنهم يبدون يسوون رياضة ويبتعدون عن العادات السيئة مثل الأكل الزايد على الفطور، يعني أنت تقول أنا أكل وايد صح؟ وكذلك أنهم يبتعدون عن العادات السيئة مثل التدخين وغيرها. فرمضان هي فرصة أن الإنسان يبدأ بحياة صحية جديدة، يبدأ يمارس الصحة، يبدأ يمارس الرياضة عفوا، ويبدأ يمارس الأشياء الصحية في حياته. والحين راح نروح نسأل، وأنا بأسأل الشخص اللي موجود هناك اللي لابس أبيض وما يشوفني. قلوي هنا، تعال تعال. السلام عليكم. عليكم السلام. خلنا نشوفه، خلي يشوف الكاميرا. شو أخبارك؟ الحمد لله. شو اسمك؟ مصطفى. مصطفى كيف حالك؟ الحمد لله. صايم اليوم ولا نص صايم؟ نص. يا سلام، أساس هو صريح ونص صايم صح؟ شو تسحرت؟ نايم؟ لا. عيال شو تسحرت يا مصطفى؟ كبة. أيوة. و سمبوسة. مصطفى شوي شباب شوي. مصطفى انا احس ان مصطفى يحب الحلويات وايد صح؟ تحب الحلويات وايد يا مصطفى؟ لا. شوكولاته شويه. بربحك لو قلت تحب الشوكولاته. هاي مصطفى شويه شوكولاته يا مصطفى، جالاكسي ولا اي كاكاو ثاني؟ زين مصطفى بسالك سؤال. السؤال يقول يا مصطفى، ما هي اقصر سوره في القران الكريم؟ صح ولا غلط؟ صح. اوكي جاوب صح. بس مصطفى انت ليش ما تبتسم؟ ليش زعلان؟ زعلك؟ ابتسم ابتسم عشان اعطيك الجائزة. ابتسم يا مصطفى. مصطفى في حد مزعلنا يمكن ولا زعلان من خسارة برشلونة صح؟ زين هذه جائزة من مركز هانوفر الطبي لمصطفى صديق البرنامج. تفضل يا مصطفى. شكرا لك مصطفى. كلنا نشوف الكاميرا. طبعا يا مشاهدين الكرام وصلنا لختام الحلقة، اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، ونشوفكم باكر على خير. والحين راح يضرب مدفع الإفطار، الله يتقبل منكم إفطارا شهيا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حرس المدفع جاي. ثابت
حارس المدفع جاهز للأوامر سيد. سلام سيد. حارس المدفع إلى الأمام معتدل سر. مدفع الأبطال جاهز. مدفع الأبطال أري. مدفع الأبطال.